تسلم ايديكي اميره. يا اهلا وسهلا. وينو ياسين؟ مثل العاده نايم وترك للمحطه. يلا بنزيناتك فيهم خير اكثر. تسلمي. اميره هي محاميه عندها طموحات كثير كبيره، عبالها تنجح، عبالها تصير لها اسمها. ظروفها كثير صعبه، عايشت بعائله كثير متواضعه، ما في غير امها واختها، بيها توفى من زمان، وبصير معها كثير ظروف بتعكسها. كيف بدنا نشوف بالمسلسل؟ هي حدا عقلاني كثير، حدا منطقي، حدا بفكر كثير، يعني عنده ريزون بالحياه اكثر من بيشغل عواطفه وقلبه. حلو فنجانك بنت ان شاء الله. بس عندك هيك كم شخص فوق راسه غيمة سوداء. وين الغيمة السوداء؟ هون. وهي شمست. أميرة بتشبهني بكم شغلة من ناحية قوة الشخصية، الثقة بالنفس، التحدي، الطموح. بس أنا حدا عاطفة. 175 واحد ثالث مرة. ما فيني ضل واقف هيك دايم ربطين، هلا بنشوف شو الله بيصير. بس ما هو حق استاذ جابر، البنك ما رح يقبل واحد يطلع مبلغ أقل كثير، رح يسألنا 100 سؤال رح تجي ما تعال، أنا برأيي جابر ترجع تتفاوض. يلا هلا هي قطعة. باختصار فيني أقول عن جابر إنه هو خلطة طلعت من ضجيج المجتمع. هو شخصية غير متعلمة، قدر يصنع نفسه بنفسه، وصل لمكان يكون صاحب قرار فيه، بس أحيانا قراراته بتبقى اعتباطية، يتدخل أحيانا بطريقة يعني غير منظمة غير مدروسة، ممكن يعني يقع بأخطاء اجتماعية لدرجة ممكن يكون عبيط يعني، أو مصطلح ممكن يكون مغفل، ممكن هو ذكي يعني، خلطة فعلا كتير غريبة. يمكن أول مرة بعمل هي هذا النوع يعني من الشخصيات الورقية يعني، هو ممكن ينهار بلحظة، ممكن هذا الجديد بالشخصية. عال 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 عال. الله يطمنك ويخلي لك أحبابك. عباد مر معلم، شوف لنا شي خروف طري هيك نظبطه لسهيل جاي اليوم للشام. جابر هو تاجر قطيع يعني، عنده أغنام وعنده أبقار وعنده أحصنة وخيول. بدأ هو من أبوه يعني، والده كان لحام يعني، بس مع تطور المهنة وهي وصار عنده مصاري، صار عنده مطاعم، فعلاقته مع الأرض، مع الطبيعة، مع المزارعين دائما بتحس فيه عندهم هذا يعني هذا التأثير، الطبيعة تأثير الشمس عليهم، بيبقى الوانهم فاتحه، الوانهم طبيعي يعني، بيشبهوا الحيوانات اللي عايشين معهم يعني. هيك هذا الخروف حبيته كثير، لحد يقرب عليه ياخده معي. امرك. مسلسل طريق هو مبني على التناقضات، مبني على الكاركترات المختلفه اللي ما بتشبه بعضها. عم نراهن انا والمجموعه الفنانين والنجوم الموجودين انه نخلي المشاهد يتابع الشخصية، يلحق شخصية يحبها، يتفاعل معها، يتعاطف معها ببعض الأحيان وبعض الأحيان ما يتعاطف معها. بيحكي كيف ممكن شخص يحب الآخر وهو ما بيشبهه بشيء، يمكن يكون آخر شيء يتخيل أنه يحب هذا الشخص أو يلتقى فيه أو يكمل معه حياته. علاقتها لأميرة فيه ما رح خبرك، بدك تحضر لتشوف. قل له أنك عم تستغل قانون الأجارات الجديد لتقلعنا من بيتنا. كتير منيحة، أنا وعابد فهد أصحاب وأصدقاء وضلينا على تواصل من وقت مسلسل لو، ونحن هلأ هيك في جو بيناتنا، شراكة كتير حلوة وصداقة، وبيناتنا متحمسين للعمل وعم نعطي من قلبنا. التجربة السنة مع نادين جيم بعد 3 سنوات وبعد نجاح مسلسل لو، الحقيقة فيها اختزال وفيها اختصار يعني، التراكم، التجربة اللي مرينا فيها واللي هي مرت فيها خلتنا نوصل لمحل وكأنه نحن منعرف بعض كتير منيح. هلا بيقول جابر كذا كذا، عم كمان عم يشرعنا غازي فورا نرد معك نتائج لحمة عطلة. هلا أستاذ عابد هو ما بيمثل، هو بيلعب يعني، نحن لما بنجي بنبلش بالمشهد والبروفا بنقول تعالوا نلعب، تعالوا نتسلى، تعالوا ننبسط، تعالوا نعمل شيء كتير حقيقي وكتير من جواتنا. بنكون حاطين تصور للمشهد، تفصيل صغير بيغير الميزانسي، بيغير الحركة، هو فعلا بتحسه طفل صغير عنده شوية ألعاب وبيلعب بيها.
هي أدواته. طبعا أنا مش أول تجربة هي، أنا عندي تجربة طويلة مع لرشا بالولادة من الخاصرة، نحن عملنا مع بعض ثلاث أجزاء تقريبا، وهلأ رجعنا التقينا مرة تانية بهذا المسلسل. التجربة معها مضمونة، يعني هي حريصة فعلا على كل الممثلين، دقيقة بكل التفاصيل. نادين حبيبة قلبي عاشقة، هي ما أنا ما بشوفها بتمثل، هي عاشقة للدور دائما، بتغوص بالتفاصيل، يمكن لقيت حدا بينافسني بالدخول بالتفاصيل. عندها حرف الجر له معنى، اللحظة إلى معنى، ما بتمرق لحظة ليكون إلى سؤال عليها وإجابة. من وقت اللي وعيت على الدنيا وأنا هو البكرة أحلى، كل مرة برجع للصفر وبيرجع لعدي قلع من جديد. قوة مسلسل طريق بتكمن بالمحبة اللي بيشتغل فيها كل الجروب بتفان، يعني نحن عم نسابق الزمن، عم نشتغل عدد ساعات طويلة، عم نحاول يطلع أفضل شيء يكون حقيقي كتير وقريب من الناس. أنا بشوف إن قوته إن هو كتير حقيقي وكتير صادق. شايف شي ضو بآخر هالطريق؟